خرجنا من عرفة والأمطار تنهمر، وكنا فوق الحافلة، فتغطى الجميع بلحاف كبير، وكان أحدنا يمسك اللحاف بيد واليد الأخرى يرفعه عن رأسه، فهل علينا شيء؟ إذا رفعتموه عن رؤوسكم ما في بأس، لا بأس في ذلك، إنما الممنوع أنه يلاصق الرؤوس. فإذا كنتم رفعتموه عن رؤوسكم بأيديكم أو بعصا أو غير ذلك فلا بأس أنكم تستظلون من المطر أو من الشمس. نعم.